مشاهدينا الكرام، إذا الحديث عن مصير المغيبين في العراق وعن ملف الجثث مجهولة الهوية معنا من برلين عبر سكايب الناشط الحقوقي علي القيسي. مرحبا بكم أستاذ علي. إذا لماذا لا زال ملف المغيبين وحتى الجثث المجهولة، ما تسمى طبعا جثث مجهولة الهوية، لا تزال مجمدة هذه الملفات من مجموعة حكومة السوداني، حتى الحكومة السودانية يعني لم تقترب منها حتى الآن برغم زعمها الإصلاح والتغيير، على الرغم من المطالبات البرلمانية والمحلية بالكشف عن تفاصيل أكثر بخصوص هذه المسألة؟ لا تستطيع أي حكومة عراقية، يعني في كل الحكومات المتعاقبة والقادمة، لا تستطيع أن تفتح هذا الملف، لأن هذه الحكومات بوزرائها وأعضاء برلمانها ومدراء أجهزتها وميليشياتها وأحزابها متورطة بعمليات القتل أو الإعدام خارج نطاق القانون والتغييب القسري، ولذلك هذا الملف يعتبر خط أحمر، لأنه أي ورقة من هذا الملف تدين أشخاص وأحزاب معروفة، ونحن كلنا نعلم أن هناك مناطق الآن مثل منطقة الرستمية ومنطقة خلف السدة وغيرها من المناطق توجد فيها عشرات الآلاف من الجثث، لا تستطيع هذه الحكومة تقترب منها ولا تستطيع تفتح الملف، لأن هذه الجهات التي ارتكبت تلك الجرائم وغيبت العراقيين معروفة لدى الحكومة، بل وتشغل مفاصل مهمة في الدولة. نعم. لذلك لا تستطيع كما تفضلت، لأنها يعني مشاركة في القوى التي تدعمها أو تدعم الحكومة. نعم، ولكن إلى أي مدى يحمل ذلك الحكومة المسؤولية في طمس معالم الجريمة؟ ربما تلاحق هذه الحكومة والحكومات السابقة على جرائمها قانونيا. قانونيا تلاحق، وهذه الحكومات لا تأبه لهذا الأمر، لأنها حكومات يعني معروف وضعها، يعني احنا الآن لدينا زعماء كتل وزعماء أحزاب وأعضاء برلمان كلهم مصنفين يعني كمنتمين لمنظمات إرهابية. الحل الوحيد في هذا الملف هو اللجوء للقانون الدولي. العراق بحاجة إلى لجنة دولية محايدة لفتح هذا الملف، يعني دعنا من ما حدث في الموصل، يعني الإحصائيات تقول شيء والحقيقة شيء. الحقيقة أن أكثر من 50,000 شاب في الموصل والمناطق المحيطة بها، يعني منطقة حزام بغداد وحزام بغداد حدود 250,000 مختفي ومغيب منذ عام 2003، بالإضافة إلى ما حصل في الصقلاوية والقرمة والفلوجة وغيرها من المناطق. نحن بحاجة إلى لجنة تحقيق دولية، وعلى أعضاء البرلمان الذي يدعون تمثيل هؤلاء المغيبين أن يتحركون تحرك فعلي، لا يتحرك ولا يكون يعني التحرك والتصريحات بهذا الخصوص مرتبطة بأوقات ومرتبطة بصفقات ومرتبطة بمساومات. عليهم أن يتحركوا تحرك فعلي، ويستطيعون هؤلاء أعضاء البرلمان أن يتوجهون لمبنى الأمم المتحدة الذي لا يبعد عنهم أكثر من 500 متر أو 1000 متر بأسوأ الأحوال، ويتفاعلون ويا الأمم المتحدة. هذا هو الحل. الحل في تشكيل لجنة دولية، لجنة تحقيق دولية، وقسم يعني الأمم المتحدة لديها مؤسسة كاملة متخصصة بالإخفاء القسري والمغيبين قسرا والإعدام خارج نطاق القانون. ما على أعضاء البرلمان إلا أن يتقدموا لهذا الأمر. أيضا ألا تتحمل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومن عاضدها في احتلال العراق هذه المسؤولية، ولماذا تغض الطرف؟ كذلك المجتمع الدولي الذي غض الطرف عن الاحتلال، ألا يتحمل المسؤولية عن ذلك؟ سبب كل كارثة حدثت في العراق هو الاحتلال الأمريكي. هذه الجرائم 90% منها حدثت تحت أنظار الاحتلال، و90% حدثت منها من ناس يتفاعلون ويتواصلون ويلتقون بالمحتل، والآن يعني يلتقون يوميا بالسفيرة الأمريكية. أمريكا هي أس البلاء في العراق، ولولا أمريكا لما استبيح، وأقول استبيح، واحتل العراق
من الميليشيات المرتبطة بإيران الإجرامية. يعني هناك تصريح مسؤول أمني أستاذ علي بيؤكد العثور على 10 جثث مجهولة الهوية شهريا في مختلف مناطق العراق، يعني إذا ما قررنا هذا الرقم ألا يشكل قلق للسكان؟ وبالمقابل هل يستطيع السوداني ضبط السلاح المنفلت؟ يعني السوداني لا يستطيع ضبط هذا السلاح، لأنه من يحمل السلاح المنفلت هو الذي أتى به لهذا المنصب، هاي أولا. ثانيا هذا العدد قليل قياسا، إذا تحرينا ودققنا نحن نتحدث عن مسؤول أمني، يعني هذا العملية من مسؤوليته، لكن إذا تحدثنا عن حقيقة الأمر، طالما هناك حالة إفلات من العقاب ولا يوجد رادع لمن يقتل سواء بأسباب طائفية أو انتقامية أو حتى إجرامية، الآن أصبح العراق يعني بلد مشهور بالإفلات من العقاب، وعملية القتل به يعني حين تحدث خلافات أو مشكلة القتل هو أول شيء يبدأون به، لأنه من أمن العقاب أساء الأدب وأوغل في الإجرام. الآن هناك عملية إيغال بالإجرام، لأن هؤلاء الميليشيات يعملون يعني تحت مسميات ولديهم يعني من يدعمهم ويساندهم في قلب الحكومة. إذن كيف أسهم سلوك الأحزاب أستاذ علي وأذرعها الميليشياوية في عودة ظاهرة الجثث مجهولة الهوية للساحة من جديد؟ ظاهرة الجثث ولا أقول مجهولة الهوية، بل معروفة الهوية ومعروفة الانتماء أساسا لم تعد، لأنها لم تذهب منذ العام 2003 حتى اليوم، هذه الظاهرة موجودة وتحدث على يد أجهزة أمنية وميليشيات ومسميات أخرى، هذا أمر معروف. لكن الحل هو في إيجاد التواصل مع الأمم المتحدة وخصوصا من أعضاء البرلمان الذي يدعون تمثيل هؤلاء الناس، يتواصلون عليهم مع الأمم المتحدة ويعملون على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتولي هذا الملف. نعم، إذن عبر سكايب من برلين علي القيسي الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لكم.